اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نقدم لكم طريقه لربح 10 دولار يوميا واكثر، وطرق السحب عديده من بينها الباير، باي بال، بايونير، فودافون كاش، شادات بابجي، ديامون فري فاير، والعديد من طرق السحب. باش نشوفوا هذا الموقع، طريقه التسجيل، طرق الربح، افضل استراتيجيه للربح من هذا الموقع. نتلقاو في الشرح، لكن ما تنساوش تعملوا لايك، اشتراك في القناة، تعليق، وكان تجمو تشيروا الفيديو لأصدقائكم. خلينا مع الشرح. مرحبا بكم من جديد. في الفيديو هذا باش نقدم لكم موقع يمكن نربح منه 10 دولار وأكثر انت ومجهودك. كذلك باش نقدموا الطريقة كيف ستروج هذه الروابط، لأنه احنا باش نتحدثوا على مجال الربح من اختصار الروابط، وكيف تجلب الأفكار. كل هذا وأكثر إن شاء الله في الفيديو. ما تنساوش اشتراك في القناة، تفعيل الجرس بصلكم كل جديد يخص العمل والربح من ترند قناة على ممين. واللي عنده أي استفسار أو تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بينا على ممين على الفيسبوك، انستغرام وتيك توك، وقناتنا على التليجرام، الرابط القوى في صندوق الوصف. خليني الآن نتوجه إلى من أفضل المواقع للربح من اختصار الروابط، واللي هو موقع لينك جاز في صندوق الوصف، وكذلك في أول تعليق مثبت وتلقاه مقال شرحت فيه كل تفاصيل طرق الربح، ثبات سحب، ورابط التسجيل. الذي لا يملك حساب بعد الحال يضغط على كلمة ثانية لكي يقوم بالتسجيل. تخلي اليوزر نيم الخاص بك، البريد الإلكتروني، باسورد، كتابة الباسورد، وتكمل الكابتشا، توافق على الشروط، وتضغط على كلمة ريجستر. أنا لدي حساب، باش نضغط على كلمة لوجين. خلينا نشوف الأرباح الممكنة من هذا الموقع. ننزل إلى الأسفل ونلقى نضغط على ليفل، ننزل إلى الأسفل ونضغط على كلمة Publisher Rate. على 1000 زيارة كم ستربح؟ واللي هو الميزة في هذا الموقع، فيه مستويات، مستوى الأول، ثاني، ثالث، ورابع. بالنسبة للمستوى الأول يعني 10 دولار لكل 1000 زيارة وكل 1000 تخطي صحيح من جرينلاند، وذوما الدول كما قد نلاحظوا 10 8 7، بالنسبة لكل الدول 1.5، بالنسبة لتونس 3.5 دولار. تشوف المستوى الرابع بطبيعة الحال أرباح أكثر، 20 دولار، 12 10. وبالتالي من الموقع هذا ومن مجال اختصار الروابط يمكن تعمل أرقام جيدة يوميا، لكن المشكلة في طريقة الترويج، الأفكار، كل هذا إن شاء الله باش نحكيو عليه في هذا الفيديو. بيخلينا الآن نشوفوا ما هي الطريقة الأفضل لكي تجلب زيارات، وإحنا نتحدث على الطريقة الأفضل المجاني. قبل ما نشوفوا الطريقة ونشوفوا إثبات سحب، محمد الرئيان مع تصانع محتوى ممتاز ومعروف كان سحب 732 دولار من هذا الموقع، يعني موقع صادق ويدفع. طرق السحب نشوفوها مع بعضنا الآن. نضغط على كلمة Setting Profile. سمحوني على الصوت، ما نرسموها عندنا وضعك صحية خفيفة وإن شاء الله لباس. بهذوم كل طرق: PayPal 1 دولار، Payoneer 50 دولار، عندنا الباير 1 دولار، وكل هذه الطرق، ثم حتى شدد PUBG ذولي وفري فاير. الآن نشوفوا ما هي الطريقة الأفضل، اللي هي صناعة المحتوى، سواء تعمل فيديوهات على اليوتيوب، فيديوهات على الفيسبوك ريلز ولا فيديوهات عادية، التيك توك كذلك يمكن، لكن فيه شيء سيء واللي هو لا يمكن أن تضع الروابط الخاصة بك في كل فيديو، يعني فقط تخليها في البايو. فيديوهات ومقالات، انك تكتب مقالة فيها الرابط المختصر، وهذه افضل طريقة شباب. وتو نحكيه على طريقة لكي كيف تجلب الافكار للفيديوهات الخاصة بك. وانا شخصيا جربت الطريقة هذه وسحبت من نتفكر موقع XEO، سحبت على البايبال في السابق، كان عندي بايبال. خلينا الان نشوفوا الافكار والمجالات. بالنسبة للمجالات،
من المستحسن يكون الشيء الذي ستختصره في هذا الموقع هو شيء يبحث عليه الناس في تلك الفترة، وعندما يبحث عليه الناس في تلك الفترة شيء غير موجود أنت تختصره، وبالتالي باش تجيب زيارات وباش تجيب أرباح. بالنسبة للمجالات يمكن معناتها تختصر روابط الألعاب المهكرة، حاجات كيكة، مواقع يبحث عليها الناس، مواقع ربحية ولا موقع غير معروف وفكرته جيدة، تطبيقات، برامج، أفلام ومسلسلات جديدة، بث مباشر لمباريات. هذه كل مجالات وتجمو تبدعوا أكثر، ثم مجالات وأشياء أخرى يبحثوا عليها الناس ويحبوا يحملوها ويحبوا يوصلوا لها. لكن الإشكال في الطريقة هذه، يعني معناتها هنالك خيارين: هل تختص في مجال واحد واللي هو الألعاب، مواقع، تطبيقات، برامج وأفلام وغيره، أم تختار شيء ترند ويبحثوا عليه الناس في تلك الفترة؟ أنا أنصحكم تختاروا مجال واحد وتركز على صناعة المحتوى، وكذلك يمكن تعمل صفحة على الفيسبوك وتنشر أشياء متاع الألعاب، فبالتالي باش تستهدف أكثر جمهور. بعد ذلك لعبة وإلا شيء يخص اللعبة يكون يبحثوا عليها الناس، وبالتالي تختصر تلك الرابط وتنشره على أوسع نطاق. بي خلينا نشوفوا الأفكار منين نجيبها. على سبيل المثال تجمو تشوفوا مؤشرات جوجل ترند كما قاعدين نشوفوا الآن، وتضغط على كلمة استكشاف. في تونس آخر 12 شهر هذه الأشياء يبحثوا عليها الناس، تشات جي بي تي، ولأنه مؤشرات جوجل ليس في السابق، ليس في السنوات الماضية يعطيك العديد من الأشياء، ويعني أبديت أول بأول، لكن أصبح لا تجد فيه العديد من الأشياء. تجمو تبدل الدول كذلك، معناتها ما لقيتش في تونس تلقى في دول أخرى، حاول أنك تستهدفه، وتجمو تستهدف دول أجنبية لأنها ربحة أكثر. بهذا بالنسبة للأفكار، الأفكار كذلك تجم تبحث على في اليوتيوب، على سبيل المثال تكتب تحميل وتلقى الأشياء اللي بحثوا عليها الناس، تحميل PS6 للكمبيوتر، هذوما كلهم أشياء بحثوا عليها الناس. تجم تعمل عليهم فيديوهات، تجم تكتب عليهم مقالات في بلوجر. كذلك مثال تحميل من المجال، ما قلتوش تحميل كتب، تحميل كتب تجم يعني تستهدف دول أجنبية، تحميل كتب مثال تحميل كتاب، أو كتلقى العديد من الأنواع تجم تكتشف في اليوتيوب وإلا في جوجل، تجم تبحث كذلك وتلقى أشياء تقدر تعمل عليها فيديوهات. بالنسبة للفيديوهات، حتى الذكاء الاصطناعي يجم يعاونكم في إنشاء الفيديوهات بطريقة سريعة. إن شاء الله نزيدوا نحكيه أكثر في هذا المجال وتكون الأمور تطبيقية أكثر. بالنسبة لأنك تكتب مقالة، علاش تكتب مقالة؟ بيه هو موقع بلوجر، موقع بلوجر يعني تجم تعمل فيه موقع، وشرحت هذا بالتفاصيل في فيديوهات سابقة، نخلي لكم في صندوق الوصف فيديو حكيت فيه كل التفاصيل. إنك تكتب مقالة وتخلي الرابط المختصر في هذا المكان. تو نجربه على سبيل المثال، احنا بحثنا نقوله تحميل PS للكمبيوتر على سبيل المثال. انت حملت اللعبة هذه، كأنك انت باش تشتغل على تحميل التطبيقات والألعاب، نفترض هذه اللعبة انت حملتها، باش تمشي لموقع ميديا فاير وإلا جوجل درايف، تخليها وبعد ذلك يجيك رابط للتحميل. الرابط هذا ماذا ستفعل له؟ تتوجه إلى لينك جاست، تضغط على نيو شورت لينك، وتخلي الرابط في هذا المكان، رابط جوجل درايف وإلا ميديا فاير. بعد ذلك تكتب على سبيل المثال POS، احنا قلنا POS 6، تضغط على شورتن. يقول لك لا يمكن، خاطر عملت اسباس، تعمل شورتن. قال لك اكزيست، باهي تو نشوفو من بعضنا، قال لي اكزيست يعني موجود، فبالتالي حذفتها، معناتها ثم شكون شخص اخر كتب بي او اس في السابق. به خذيت الرابط هذا،
رابط هذا ماذا ستفعل له؟ تتوجه إلى بلوجر، من المستحسن أنك تكتب مقالة تخلي صورة مصغرة جيدة للمقالة لتحميل لعبة بي او اس، وتكتب مقالة جيدة يمكن توصل مع تظهر في جوجل وتجيب زيارات من محركات بحث جوجل. على سبيل المثال نقولوا بي او اس 6 تحميل، احنا مش نجربه فقط تحميل، به تعمل هك وتخلي الرابط اللي خذيناه و ما باش نجربه به. بعد ذلك تضغط على النشر. الرابط هذا اللي بعد ما نشرت انت في في بلوجر تخليه في صندوق الوصف في اليوتيوب، تخليه في الفيسبوك في الفيديو اللي انت نشرته، وكذلك يمكن تستعمل الريلز متاع الفيسبوك والشورت متاع اليوتيوب. هذه احسن طريقة شباب، مجانية لكن معليك ان تجتهد وتلقى مواضيع جذابة وتعرف تقوم بعملية الترويج. كما قلت لكم انا جربت الطريقة هذه في السابق في قناة اخرى، ان شاء الله معناتها نتلقى في فيديوهات اخرى، ونسحبه من موقع لينك جاست ان شاء الله، ونلتقي في مواقع ومجالات جديدة للعمل والإنترنت. سامحوني على الشرح ما كانش بالتفصيل، لكن ان شاء الله تكون المعلومة وصلت. مجال اختصار الروابط وجلب زيارات لاختصار الروابط مجال ممتاز جدا، والناس يربحوا منه مبالغ جيدة، لكن للناس اللي تعرف العمل في هذا المجال. إن شاء الله تكون فدتكم ولو قليلا، ونلتقي في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.